لك شي حد او لا منين شي حد يتنمر عليك او لا منين شي حد يقول لك شي مسبه، عمرك ما تجاوبيه بنفس الغضب ديالو وبنفس الحده ديال الهضره ديالو باش عايرك وبنفس الطريقه باش عايرك. علاش؟ غنعطيك سبب. الانسان ملي كتجاوب لاباس عليكم، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي وتلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديده، ماشي فلوق وماشي روتين. الفيديو ديال اليوم هي جلسه مع رشا، وغنهضروا اليوم في واحد الموضوع اللي بزاف منكم كيصيفطوا ليا كندرد لكم هاد النوع من الفيديوهات شحال هادي، وقلتوا لي علاش ما رجعتيش درتي لنا نفس النوع ديال الفيديوهات، راه كيعجبونا بزاف وكنستافدوا منهم بزاف، بحكم انه ماشي بحكم واحد الخبره كبيره ولكن اكسبيريونس صغيره في الحياه، وكيستافدوا منهم المبتدئات، وبحكم اننا كنعاشروا بزاف ديال الناس في الحياه ديالنا اليوميه. الفيديو ديال اليوم هو كيفاش تكوني مميزه وتكون شخصيتك قويه ومميزه وتكون شخصيتك بارزه وسط بزاف ديال البنات، اولا تكوني يعني كيفاش نشرح لكم، تكوني مختلفه على بزاف ديال البنات وتكوني مختلفه على بزاف الشخصيات. فوالا اليوم غادي نهضروا على لا فيديو ديالنا، نهضروا على الموضوع ديالنا في مراحل، غنقسموهم وغنهضروا على كل مرحله بوحديتها، وغادي نشرحوا كل مرحله بوحديتها وغادي نعطيو الحلول ديال كل مرحله بوحديتها. هذا الشيء اللي كاين، انا ما عرفتش علاش دايره هاد الفولار. باي. حاجه غادي نبداو بها لا فيديو ديالنا هي انك خاصك تجنبي انك تشبهي بشي وحده، ولا مثلا تشوفي شي وحده وتقولي خصني نولي بحالها، سواء في اللباس، سواء في الهضره، سواء في التعامل، سواء في الشخصيه، سواء في الاسلوب. حاولي ديري الاسلوب ديالك، يعني تخلقي الاسلوب ديالك، تهضري بطريقتك انتي، تهضري سبونطاني، يعني تكوني على السجيه ديالك، تكوني على طبيعتك باش تكوني محبوبه عند الناس كاملين. وبالنسبه للباس راه ماشي بالضروره حيت شفت هذيك لابسه هذه اللبسه حتى انا غتجي معايا نفس اللبسه، لا، راه كل انسان والشخصيه ديالو، كل انسان والجسم ديالو، كل انسان وشنو تيجي معاه، وكاين الانسان اللي مقبول كيجي معاه كلشي حيت قلبه نقي، وكل انسان وشنو الطبع ديالو كيبينو من ناحيه ديال اللباس ديالو، اولا من ناحيه لان راه اللباس ديالنا والمظهر ديالنا كيدل على واحد الجزء من الشخصيه ديالنا. يعني ديري الاسلوب ديالك، اولا شفت وحده مثلا لاباس عليها وعندها وديرو فعلها وتركه، ونبدا نقول خاصني نتشبه بها وخاصني نقلدها باش نوصل حتى انا لداكشي، لا، ديري داكشي اللي خدام لك انت، ديري داكشي اللي في طبيعتك انت، وديري داكشي اللي في المستوى ديالك انت، وان شاء الله غتوصلي وغتولي حسن بفلانة وفرتلانة. علاش غادي نتشبهوا بوحده، وعلاش غنتبعوا وحده، وعلاش غادي ندير انا بحالها ولا نلبس بحالها؟ لا، غنلبس داكشي اللي عندي وغنلبس على شخصيتي انا وعلى ذوقي انا، وغنبان احسن منها كاع لي ماله. ندوزو للمرحله الثانيه. ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي انك ملي كتكوني في واحد الوسط اللي فيه ناس كثيره، اللي فوق من ثلاثه ديال الناس، اون فوا كيكون المجمع فوق من ثلاثه ديال الناس، حاولي انك تجنبي، تبقاي تهضري بزاف، حاولي تسمعي اكثر من انك تهضري، ما تبقايش حيت ضروري هذوك الناس سورتو الا كانوا غراب عليك واول مره تشوفيهم اولا كتلاقي من بيهم غير من شحال شحال، غادي يدوروك في الهضره وغادي يهضروا عليك، وانت جالسه كتشوفي وما غتسيقيش للدنيا خبر، وهما راه مدورين كنتي داخله معاهم في الموضوع كا 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 كا، وانت تجبدي معاهم وكتعيبي معاهم، وهما راه شادين فيك انت القشابه. داكشي اللي كيقولوا راه عليك انت، بحال كيهضروا عليك بالفاولة بالكجام، كل واحد شنو كيسميها، وغير تقوم مدورين كنتي وكيضحكوا عليك وانت ما سايقه للدنيا خبر. الا شفتي شي ناس ماشي من المستوى ديالك، اولا ماشي من المستوى المعرفي، ما كنهضرش على المستوى المادي، اولا ماشي من المستوى الفكري ديالك، حاولي تبقاي ساكته اكثر من انك تهضري. سولني شي واحد نجاوبو على قد السؤال، وباحترام وبادب وعيني في عينيه، ما سولني حتى شي واحد، نحاول انني نسكت ما امكن ونسمع ونستافد منهم. الحاله اللي موراها هي انك عمرك في حياتك ما تفشي السر ديالك لشي حد، يوقع اللي بغى يوقع، نهايه الدنيا نهايه الحياه، يوقع اللي بغى يوقع. حنا كاملين، الناس كاملين، العالم كله، بنو ادم كاملين، كيكون عندك واحد السر في حياتك، كيكون عندك واحد السر، سوا سر واعر ولا ساهل ولا بسيط ولا كبير ولا خطير ولا كيف ما بغى يكون هذا السر، هذا كيكون عندك واحد السر، الا مشى حتى فات جوج ديال الناس كيولي فضيحه، ما كيبقاش سر. السر الا مشى حتى خرج من عند مولاه
ومشى لعند واحد اخر، كيف ما تامنتي عليه داك السيد قلتي ليه ما غتقولش ولا وعدني ما غتقولش، حتى داك السيد غيقول واحد اخر وغيقول ليه وعدني ما غتقولش، فلان دارو فلان وفلان عنده 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 ووعدني ما غتقولش، الاخر غيمشي يقول الاخر وعدني ما غتقولش. اذا هذا السر كيولي ديال الناس كاملين، ما كيبقاش ديال السر ملي كيفوت انسان واحد اولا جوج الناس لو ماكسيموم، يعني الا كان شي واحد حاضر معك في الواقعه كيولي جوج الناس، الا كان كنتي عارفه بوحديتك خليه بوحديتك، وما عمرك ما تقوليه لشي حد، حيت غيجي واحد النهار وغيعيرك به، وغيجي واحد النهار وغيهددك به، وغيجي واحد النهار داك السر كيولي سيف ذو حدين، يقدر يذبحك في اي وقت، يقدر يقسمك هذاك السر. يعني اللهم خليه عندك، ولا بغيتي تعاودي شي حاجه عاودي لشي مشى ولا شي حيوان صغير، ولا عاوديها تحت المخده وعاودي رجعي نعسي. المرحله اللي موراها غنهضروا على انك كيفاش تهضري مع الناس الاخرين. مثلا انا كنهضر مع واحد الناس وداك الناس اصلا كيحتقروا اي واحد اقل منهم مستوى مادي، ولا كيف ما بغى يكون النوع ديال هاد الناس، هذا نحاول ديما نهضر معاهم بواحد الطريقه اللي هي بارده، اولا مشيت نقضي شي غرض مع شي ناس ولا شي بيعه وشريه ولا شي خدمه، اولا نحاول نكون بارده في هضرتي، ما نبينش انني متحمسه اكثر من القياس وانني باغا ديك الحاجه، وانني مثلا مشيتي تشري حاولي تكوني بارده في هضرتك، ما تبينيش انك باغا ديك الحاجه ومتشبته بها، اولا شي علاقه بينك وبين شي حد، حاول ديما تكون بارده في هضرتك باش داك الانسان هو يتشبت بك اكثر من انت تشبتي به، حيت هو ملي كيشوفك حتى لديك الدرجه ملهوفه وحتى لديك الدرجه صافي عاجبك هذيك الحاجه وعاجبك هذيك العلاقه ولا عاجبك هذيك الحاجه اللي باغا تشري ولا عاجبك هوايا، كيولي يدفع عليك كبير كيف ما كنقولوا. ديريها في بالك المره اللي غنهضروا عليها، عمرك ما تقولي لشي واحد نقاط ضعفك، عمرك ما تقولي لشي واحد النقط ديال الضعف ديالك، يكونوا وحده يكونوا 10 يكونوا 100 يكونوا اللي بغاو يكونوا، ما عمرك تقولي لهم لشي واحد، حيت غيجي واحد النهار اللي غادي تخاصمي مع داك الانسان، ولا غيوقع مشكله ولا غيوقع خصام ولا سوء تفاهم اولا 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 غيوقعوا بزاف د الحوايج، وغيوليو دوك نقط الضعف ديالك هما السلاح ديالو هو، وغادي يضربك في اليد اللي كضرك. هادي ما تنسيهاش، غادي ننصحك بها من بعد، عمرك ما ديري صحاب وصحابات كتر من القياس، يكفي انك تلقي انسان واحد اولا انسانه واحده، ولا تلقى انسان واحد اولا انسانه واحده كيفهمك في حياتك احسن لك من بزاف، والعرام والشقله والتجمعات والحفلات والروينه، لان من بعد غادي تدور عليك، غادي تدور عليك الصمته، كل مره كيولي واحد فيهم اللي خايب، وهذا قال هذا والقيلو قال وقيلو قال، وقلت لك قلتي لي وما قلنا ما قلتو. اللهم ديري انسان واحد اولا لقيتي كيفاش ابلاش كاع، من الاحسن تفاداو الصحبه وتفاداو الاكثريه ديال الاصدقاء، لان الحاجه ملي كتفوت جوج الناس كتولي مدله وكتولي مصايب وكتولي مشاكل وكتولي خبي عليا نخبي عليك وكتولي قول عليا نقول عليك. من الاحسن الحاجه ما تفوت جوج الناس اولا ما يكونوش صحاب نهائيا، دير صاحبك هو جيبك، ودير صاحبك هي ركبتك، ودير صاحبك هي راسك، ودير صاحبك هو ولدك اولا بنتك الى عندك، اولا الام ديالك اولا الاب ديالك اولا الاخ والاخت الى هداهم الله الى هداهم الله الا من رحم ربي. موراها اللي غنهضروا عليها، عمرك ما تقولي الاهداف ديالك والانجازات ديالك والافعال اللي بغيتي تحققي اولا الحاجات اللي بغيتي تشري اولا الحاجات اللي باغي ديري في حياتك لشي حد، سواء كانت صاحبتك او صاحبك اولا صديقك اولا صديقتك. علاش؟ غنعطيك بزاف ديال الاسباب علاش. ربما حسدك وغيدير لك شي مشكل باش ما توصليش لهذوك الاهداف، ربما يكون ما قاصدش وغينوض غيقول ما حدها ولا ما حدو بغى يدير هاد الاهداف هادو، يعني مزيانين حتى انا نوض نديرهم، وغيولي هو سابقك وانتي بطبيعه الحال ما غتجيكش انك تعاود تكملي مازال وديري بحالو. ربما يكون اصلا كيغير وغيقول خصني نسبق انا ندير قبل منها، ربما يكون هو اكثر منك في الماديات ويقدر يدير ديك الحاجه من بعد وانتي ما تقدريش، حيت ماديا كنتي غتسناي مازال بزاف ديال الوقت باش توصلي لهم وهو سبقك بزاف ديال الحاجات بزاف بزاف بزاف، اولا يكون هو اصلا مثلا وريتيه واحد الحاجه بغيتي ديريها وديك الفكره ديالك غتمشي لك الفكره، غتولي انتيا ما بقاش الفكره ديالك صافي حيت ما طبقتيهاش انت الاولى، ما كتبقاش مازال ديالك، كتولي الفكره ديال فلان وفلان اللي دارها هما الاولين، الوغ صميت لوميت. ما انت ديك العفيريته باش تكوني مقبوله وسط الناس وتكوني مقبوله في المجمع ويكونوا العينين عليك ويقولوا ما شاء الله تبارك الرحمن، حاولي منين يهضروا الناس ولا ملي يقولوا شي حاجه كتضحك بلاش عليك من ديك ها ها ها،
حاولي تضحكي وتبتسمي بشويه، وفين ما كنت فشي مجمع ما عمري نكون دايراها مبوشه. ديما الابتسامه الطيبه صدقه، ديما الانسان يكون مبتسم وجههم بشور، وخليك من ديك هاها بالجهد، راها كتقلل الحياه وكتقلل من مقامك وكتقلل من القيمه ديالك وسط الناس. ديريها في دماغك اللي غادي نهضروا عليها من بعد. عمرك وعمرك ما ترضي ولا ما تحاولي ولا ما تحاول ترضي الاراء ديال الناس كاملين، وما عمرك ما تحاول ترضي اولا ما عمرك ما تحاولي ترضي الناس كاملين، حيت ارضاء الناس غايه لا تدرك، غايه لا تدرك، غايه لا تدرك ثلاثه المرات باش تكونوا عاقلين عليها. عمرك ما تحاول ترضي الناس اللي دايرين بك كاملين، حيت عمرك ما غتقدر. الا دايرين بك غير خمسه الناس، الا رضيتي هذا هذا غيقول لك انا لا، هذا غيقول لك انا متفق وما متفقش، هذا غيقول لك كون غير بدلتيها بالحاجه الاخرى، هذا غيقول لك اه زوينه. عمرك ما غترضيهم كاملين، فما بالك في الحياه ديالنا اللي ما نقدروش نرضيو اننا راه دايرين بينا الالاف ديال البشر كنعرفوهم، المئات ديال البشر كنشوفوهم في حياتنا اليوميه، كيفاش غادي ترضيهم كاملين؟ اذا ارضي نفسك، ارضي دماغك، ارضي قلبك والعواطف ديالك، ورضي داكشي اللي انت كتامن به، ورضي النفس ديالك هي الاولى عاد الناس الاخرين. ولا يكفي انك تكون عارف الخطة ديالك في الحياة، ويكفي انك تكون عارف فين غادي وشنو بغيتي ولاش بغيتي توصل، والوسيلة اللي غتبع انك توصل للهدف ديالك، يكفي هادشي كله كيمحي ديك القضية ديال انني نرضي فلان وفلان وفلان وفلان. نساو عليا، غاية لا تدرك ارضاء الناس، غاية لا تدرك. هذا قال لي ما عجبتنيش الحاجة، شكرا. الاخر قال لي لا كون غير درتي بحال هكا ان شاء الله صافي. نهضروا مع عليها من بعد، هي ان ما تخليش الانسان ياثر فيك بسرعه. كيفاش ما تخليش الانسان ياثر فيك بسرعه؟ مثلا انا عجبني، انا نبين شي حاجه يقولوا لي عاوتاني كتبعي، انا عجبني هاد جوج المكانات خادي مقطع ياك، هذا غير مثال. انا عجبني مثلا كنت حامقه باغا ناخذ هادي في اي حاجه في الحياه، ماشي في المشرى، اي قرار في الحياه خديتي صافي قصدي قرار غتاخذ هذه الحاجه هذه، اولا غدير هذه الطريقه هذه، اولا غتدرس هذه الماده هذه، اولا غتدرس هذه الشعبه هذه، اولا هذا التخصص. وجا واحد الانسان اخر قال لك لا دير هذا، وكون غير درتي هذا التخصص هذا راه فيه الفلوس اكثر من الاخر، كون غير درتي كون غير شريتي هذه الدار كبيره اكثر من الاخرى، ولا هذه المدينه احسن من الاخرى، ولا هذه الخدمه احسن من الاخرى، ولا هذه الطوموبيل احسن من الاخرى. عمرك ما تخلي بنادم يفرض عليك، حيت راه كتسمى فرض عليك. عمرك ما تخلي بنادم يتحكم فيك، عمرك ما تخلي بنادم يخليك تبدل رايك بواحد السرعه فائقه، تقول اه عندك الحق وهادي كاع ما كانت صالحه ليا بصح، واجي ندير داكشي اللي قلتي ليا انت. لا فكر انت راه ما محتاجش لعباد الله، راه انت محتاج لدماغك عندك عطاه لك الله. علاش غتسنى بنادم يقول لك لا ما ديرش هادي دير هادي ويفرض عليك وهو يكون فرحان يحس براسو انه راه كيتحكم فيك وكيسير لك حياتك؟ سيليانو مامي سيبتلي ماهي برافو. كيف ما قلت لكم يعني كيحس داك الانسان انه راه ملكك، كيولي حب التملك، يعني كيولي هو كيسيرك في اي حاجه. الا تبعتيه في الحاجه الاولى في اي حاجه غيولي يدير لك بحال هكا. شريتي البيجامه؟ لا 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 الاخرى جاتك احسن غزاله. لا غنشوف نفسي انا، غنشوف شخصيتي انا، نشوف داكشي اللي غرتاح فيه انا، نسى عليا البشر. حاجه واحده اخرى، الا كانت في شخصيتك غتكون زوينه وغتكون غزاله وغتكوني فنة فريزة، هي انني عمري ما نجرح شي انسان اقل مني، عمري ما نشوف شي انسان عندي حاجة احسن من ديالو او اللي شرح حاجة اقل من ديالي ونقوله يا ويلي خايبة وانا عندي كدا وكدا وكدا وانا فلان ودرتو ودرتو وانا شريت ودرتو ودرتو. عمري ما ندير هاد القضية هادي، نقوله بالصحة الله يسخر الله يخلف الله يسخر ديك الحاجة والله يسهل عليك فيها والله يسرها لك والله يوفقك بها. عمري ما نجرح الانسان، حيت كيف ما كتجرح داك الانسان راه شوفوا اش غنقول لكم، ما يحس بها غير اللي مجربه ديال ان الانسان يجي يجرحك لان انت اقل منه ماديا، ولا انت اقل منه في المستوى ديال شي حاجه، ولا غير شي لا عندك غير خاتم احسن من خاتم غير ديال الجالوق. ما نهضروش حنا كاع مثلا غير حاجه بسيطه، حاجه بسيطه كدير غير درهم، انا عندي ديال درهم وعنده ديال هو ديال 10 دريال او للعكس. ما نحاولوش نجرحوا الانسان، الله يهديكم الله يعطيكم الخير، ما نحاولوش نجرحوا الانسان نهائيا، وما نحاولوش نضربوا بنادم في الوجه. وحاولوا تساعدوا، انا ما كنقولش لك ساعد كاع دوك الناس اللي كتقول مثلا ما كاينش الخير، كندير الخير في البشر كيرجع ليا بونزوي. انا متفقه معاك،
تدير الخير في البشر كيرجع بومزوي. هذه متفقة معاك مليار في المية فيها، ولكن على الأقل عاونوا شي حاجة، عاونوا مخلوقات أخرين. راهي لا شتي غير الزنقة، الكلاب الضالة، المشاش، دابا وقت البرد وقت الشتاء. أسيدي مبغيتيش دير الخير في البشر، دير الخير غير في هذوك المشيشات وهذوك الكليبات مساكن، دير فيهم شي حسنة لله في سبيل الله. عاونوا بعضياتكم. كنشوف واحد الإنسان محتاج ليا مثلا، واحد الإنسان كفيف بصير ما كيشوفش، قطع الشنطي، نعاونوا. تا هذيك راه صدقة. شفت الانسان مغوبش ولا شاف فيا شي انسان مسكين فقير، الا ما عنديش باش نعاونو على الاقل نبتسم ليه في وجهه، ماشي ديك الضحكه ديال الاستهزاء عاوتاني، على الاقل نبتسم ليه في وجهه. راه الابتسامه ولا الكلمه الطيبه، ولا نقول الله يسهل عليك، الله يسهل امرك. لقيت شي انسان مسكين خدام في شي حاجه قليله، الله يعاونك، ما شاء الله عليك، تبارك الرحمن. ذكروا الله شويه، ذكروا الله، راه قتلتوا عباد الله. ذكروا الله، راه كاين اللي ما كيذكرش الله. الله يستر عيني كتخرج العجب، عيني كتخرج القرطاس. اذكروا الله، شفنا شي حد عنده نقولوا ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك من فضله، اللهم زيد وبارك. ماشي اي وكيدير ليها اي، منين كيجيب الفلوس كيطيحوا عليه من السما. كاين شي واحد كيطيحوا عليه الفلوس من السما؟ راه الناس كامله كتخدم بدراعها باش تجيب الفلوس، ماشي كيكون ناس كيطيحوا عليه الفلوس. ولا واحد كيخمر حتى لوحده ويقول لك ما عرفت منين كيجيبوا الفلوس، وكاينو في الصباح يخدموا عليهم، ها اللي كيخدم من دارو، ها اللي كيمشي يدمر، ها اللي كل واحد كيجيب لقمة العيش ديالو. الله يهديكم، حاولوا تذكروا الله، وحاولوا تساعدوا بعضياتكم، وحاولوا تساعدوا على الاقل غير الحيوانات. هربنا على الموضوع ديالنا شويه، غنرجعوا للموضوع ديالنا. المرحله اللي غندوزوا ليها من بعد هي انك منين تكوني كتهضري مع شي حد، اولا مع شي وحده، اولا مع شي وحدين، حاولي ديما تهضري وانت كتشوفي الانسان في عينيه. علاش؟ باش كتبيني القوه ديالك، وكتبيني الثقه ديالك في النفس، وكتبيني واثقه من نفسك، وواثقه من هضرتك، وثقه في داكشي اللي كتقولي. والانسان كيتيقك وكيصدقك، لانك بصح كتكوني صادقه. انا ما كنهضرش على الوقت اللي كتكوني كتكذبي، ولكن ملي كتكوني كتدافعي على راسك، اولا ملي كتهضري على شي حاجه واثقه منها، ديما نشوف الانسان في عينيه، وديما ندير واحد البوان هي انني نشوف الانسان في عينيه. ما بقاش نهضر وانا كندير هكا، كنبان بحال انا كنكذب، كنبان بحال انا غير كنرقع، كنبان بحال انا كيفاش غنقولها لكم، كنبان بحال انا راه كنضحك على داك الانسان. كتهضر معايا شوف فيا نيشان، هضر معايا يعني هكا، كنشوف فيك كنهضر معاك، ماشي كنشوف فيا اخرى، ولا كنحك راسي، ولا كنقلب في التليفون وكنهضر. اللي غنهضروا عليها من بعد، الله يرحم لكم الوالدين، الله يعطيكم الخير البنات، الله يعطيكم السر. ها العار اللي كدير المكياج، حاولي اختي على راسك، راه بغيناك غير تزيدي تملحي شويه، ماشي تبدلي الملامح. انا دابا بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي سعداتك، انا راه ما كنديرش مكياج بزاف البنات، راه ما كنديرش فوندو طان، دابا ما دايراش فوندو طان، دايره غير داك الكريم اللي كنوريكم دائما انني مصاوبه انا بالعكري الفاسي ولا بالكركادي مع الكريم والايلاينر، ومكحله عيني وطراسي حجباني صافي. البنات راه المكياج خصو يزيدك جمال، ماشي خصو يحولك ويبدلك ويولي بلي بحال حشوره ولا حيزابونه. كتشوف وحده عطاها الله واحد الملحه، واحد السر، خاصها غير تبرزوك حيله هكا، واحد شويه ديال الفغاج ولا شي حاجه على الخديدات، هانتي وليتي ملكه الجمال. كتبقى طلص طلص طلص، الودنين كحل بحال اليدين الكوكوت، العنق كحل بحال العنق دروبيني، وكتجي حتى للوجه وكتلقاه مطلص بيض هكا. الله يختي الله، اكيد راه هنا كحل، وكيديري الودنين بحال اللي يدين الكوكوت كحل والكوكوت بيضاء. كي درتي ليها؟ كي درتي ليها اختي؟ راه كتصبغوا ها العار. اما وحده اخرى عاوتاني، واحد الشكل اخر، واحد الماركه اخرى عاوتاني، ماركه اخرى، هادي كتبقى تخمج في داك الوجه، تخمج ودير لك الكحل هنا وطلعو حتى لهنا، وتبقى تحمر 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 في دوك الخدود، ودير لك واحد العكار في الموف، وتخرج لك وتبقى تدور لك بحال هكا. وقيلا راه الانسانه ملي كتكون عروسه ما كديرش داك 6 كيلو ديال المكياج اللي كديري انت اختي، حشومه، عيب، عار. النهار اللي ديري العرس ما غيطلع لك لا سر لا ملح، ما غيطلع لك لا سر لا ملح، انا متاكده ونبصم لك عليها بالعشره، حيت داك المكياج اللي كنتي غديري في العرس جمعتي انتيا اللي غديري وقيلا في 3 ايام ديال العرس ولا في 4 ايام ديال العرس، انت درتيه كديري في نهار واحد وكتخرجي. انتقدك شي حد المرحله اللي من بعدها هذه، الا انتقدك شي حد، انا ما كنقولش لك ما تجاوبيش، ولكن ما تغوتيش وما تجاوبيش بواحد. انتقدني شي حد قال لي لا هذه ديرها بحال هكا، اولا هذه ديرها بحال هكا غادي يحسن، غنقول له شكرا،
غناخذ رايك بعين الاعتبار. ما عنديش علاش نقول لا انا لا ما ندخلش مع الانسان في الصراعات، ولكن نقول ليه شكرا ربي يخليك ان شاء الله نفكر فيها، غناخذ رايك بعين الاعتبار، نحط الراي ديالك في القائمه عندي ان شاء الله ندير به في اقرب وقت، ونعطيه لذاك الانسان صواب ونعطيه الخاطر ونقول ليه واخا وان شاء الله نفكر فيها. ما نقولش ليه واخا غنديرها، ولكن غندير الراي ديالك بعين الاعتبار، غناخذ الراي ديالك بعين الاعتبار، يعني شنو ولا غنفكر فيه، يعني غنمشي نفكر خدم ليا راه شتيني درتو، ما خدمش ليا راه ما غنديروش، واخا انا اصلا ما نفكرش فيه، ما بقاش نقول بنادم لا انا عجبني هكا على ونبقى نجاوبو بنفس الاسلوب ديالو، غنولي هابطه المستوى ديالو، هي شي ما درناه ما بقات لا انوثه ولا ابو عزه القزار اخرى. بحال اللي قلنا في الاول غير هي بطريقه اخرى، ما عمرني نقارن راسي نقول انا علاش ما عنديش الاخرى عندها، علاش انا وجهي كحل والاخرى وجهها ابيض، علاش انا رقيقه والاخرى غليظه، علاش انا غليظه والاخرى رقاقت، علاش انا شعري قصير والاخرى طويل، علاش انا شعري قليل والاخرى كثير، علاش انا شعري حرش والاخرى رطب والعكس صحيح، علاش انا ما عرفتش كديروا شي مقارنات. لا اله الا الله، راه ديك خلق الله وانا خلقني الله، ولله في خلقه شؤون، يا عباد الله ولله في خلقه شؤون. فبهذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم ان شاء الله، الفيديو الجاي عاوتاني ندير لكم فيديوهات من هذا النوع هذا حيت كيعجبكم بزاف. تهلاو لي فراسكم ونهاركم مبروك احبابي، وما تنساوش اي كلمه قلتها راه خارجه من القلب وراكم ديما في البال. بوسه كبيره لكم، باي، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير لي كومونتير ديالكم الا عجبتكم لا فيديو. نبقى نهضر لكم دائما على دي سوجي اولا المواضيع اللي بحال هكا. باي.